إذاعة الشباب رمضان فيه الخير ينساب. رمضان يا صحة يا جنة المؤمن في صومك الراحة نهواك يا رمضان. رمضان يا صحة في صحة الأبدان صحتك في رمضان. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخواني وأخواتي المستمعين والمستمعات الكريمات، حياكم الله وسهلا ومرحبا فيكم، وحلقة بإذن الله عز وجل جديدة وبرنامجكم صحتك في رمضان. اليوم حلقتنا بإذنه تعالى حلقة مباشرة بإذن الله عز وجل. موضوعنا إخواني وأخواتي سيكون حول الصداع. ضيفي وزميلي الدكتور محمد يونس لطيف سنناقش بإذنه تعالى اليوم معه الصداع. ماذا يقصد بكلمة صداع؟ ليش وايد ناس سبحان الله تشتكي من الصداع؟ كيف نصنف الصداع؟ هل هو الصداع المرتبط بمشاكل عضوية تؤدي إلى ظهور الصداع لعرض كعرض، أم أنه قد يحدث للناس العاديين الذين لا يشتكون من أي مرض؟ طيب، أنواع الصداع لو كانت مرتبطة بمشاكل عضوية، صداع النصفي كثير ناس تعاني من هذا، من الصداع النصفي. طيب إيش الأسباب؟ وهل للوراثة دور؟ ومن هي الفئة الأكثر عرضة؟ كيف العلاج وكيف الوقاية بالنسبة للصداع الثاني مثلا الجيوب الأنفية؟ كيف تظهر الأعراض؟ كيف يختلف عن الصداع النصفي؟ مثلا إذا جينا للصداع التوتري، من هم الناس الأكثر عرضة للإصابة به في رمضان المبارك؟ هل أنه يحدث مثلا في بعض من الناس تعاني من نوبات الصداع وبعد يعني وبعد الإفطار بإذنه تعالى تخف حدة هذا الصداع؟ إيش المسبب اللي يؤدي إلى ظهور هذا الشيء؟ طبعا الموضوع اليوم حقيقة جميل، وأنا من تجربتي السابقة مع الصداع حسيت بالفعل إنه كثير الناس بإذن الله نتمنى إنه أحد يجي ونتكلم مع بعض حول الصداع. إذن إخواني وأخواتي حياكم الله وسهلا ومرحبا، ويمكنكم المشاركة عن طريق أرقام البرنامج 24689851 أو عن طريق الرقم الدولي 00968246982 أو عن طريق الرسائل النصية 90456، وحياكم الله وسهلا معنا إن شاء الله. إذن دكتور السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياك الله وسهلا معنا دكتور محمد. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، الله يحييك ويحيي المستمعين الكرام. حياك الله دكتور محمد. إذن بإذنه تعالى موضوعنا اليوم موضوع الصداع. كلمة صداع دكتور محمد أنت إيش تعني لك؟ الله يبارك فيك. أولا نحب أهنئ شعبنا العماني الكريم ومولانا صاحب الجلالة بحلول هذا الشهر المبارك. اللهم يعيد علينا وعلي بالصحة والأمان، ويقيم الصحة والعافية والسلام. اللهم آمين آمين يا رب. جزاك الله خير، ويقيكم ويقيم المستمعين الكرام من كل مرض وإثم وسوء، ويبارك لكم في الشهر الكريم. أما بعد، فالموضوع اليوم موضوع شيق جدا، ولا يخنو إنسان من التعرض لهذا العارض في حياته ولو مرة، ولا تخلو فئة عمرية من تعرض لهاي المشكلة. الصداع هو كتعريف هو الآلام اللي تحدث بالرأس بمختلف شكله، اللي تطلع على إما شكل آلام نبضية أو شد يعصر الرأس تقريبا. هو أنواع كثيرة ومسببات كثيرة، تختلف حسب اختلاف الأمراض والفئات العمرية والحالة اللي يمر بها الإنسان. وبالشدة مالته يختلف من ألم بسيط لعضلات الرأس، ومرات يوصل مرحلة أنه يقعد الإنسان من النوم.
فكل هاي تدخل بتصنيف هذا العارض، وتختلف اختلاف العلاج مالته حسب المسببات مالته وحسب الشدة مالته طبعا. فإذا أريد نتكلم على أنواعه، فهو من حسب إذا أريد نصنفه على المسبب، فهو من البسيط اللي يجي نتيجة شد العضلي بالرأس، شد عضلات الوجه، إلى الأنواع الخطيرة جدا اللي توصل مرات إلى مشاكل الدماغ الداخلية بالدماغ. فالأسباب البسيطة مثل حتى شد الوجه، إذا واحد عنده تشنج بوجه ممكن أنه يسبب له صداع. وطبعا على فكرة هو أي تهيج للمستلمات مات الدماغ ممكن يسبب صداع، فلذلك من المهم ذكر أنه الدماغ إلى مستلمات حسية ميلي أساسا من الوجه اللي هي من الجلد إلى داخل بطانة الأنف أو بطانة الفم إلى الأسنان إلى الفقرات العنقية إلى بقية أعضاء الجسم. فأي مسبب من هاي المستلمات للتهيج ممكن أنه يسبب لنا إلى تهيج الدماغ، وممكن يسبب إلى صداع، حتى أغشية الدماغ من السحايا الأم الحنون قاسي وغيرها ممكن إذا تتهيج ممكن تسبب لنا صداع. وإذا اشتكى منه عضو تداعى سائر الجسد بالسهر والحمى، فكذلك الجسم أي جزء من عنده ممكن يسبب لنا صداع. أيضا من الأسباب المهمة للصداع هي ارتفاع الضغط، فممكن ارتفاع الضغط يسبب صداع، وممكن الصداع يسبب ارتفاع الضغط. فكذا أنه باختلاف الأسباب يختلف التعريف للصداع ويختلف العلاج مالته. نعم، كلام ومقدمة حقيقة يعني حددت بإذن الله عز وجل أن هنالك مختلف التصنيفات بالنسبة للصداع. قد يكون تصنيف معتمد على المصدر، قد يكون تصنيف معتمد على الشدة، قد يكون كذلك تصنيف معتمد على الفترة. هنالك صداع مزمن والصداع عارض حاد. ماذا نقصد بذلك دكتور؟ بارك الله بيك. هو احنا عندنا تعريف عام بالطب، اي شيء هو آني هو حاد، اي شيء يزيد عن 3 أسابيع نعتبره مزمن. فكذا الصداع، تبقى الصداع هنا اكو بشيء ثاني، انه ممكن الصداع يجي على فترات متناوبة، يعني يصعد بالحدة مالته ويخف ويصعد ويخف. مثل ما تفضلتي أكو تصانيف أخرى للصداع اللي هي حسب الفئة العمرية أيضا، وحسب الحالة اللي يمر بها، وحتى الغذاء ممكن يسبب صداع. نقص الغذاء، زيادة الغذاء. ناخذ المكالمات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام دكتورة، كيف حالك؟ الحمد لله أختي حبيبتي، كيف حالك أنت؟ إن شاء الله بخير. الله يعطيك العافية. اللهم دكتورة أنا يجيني الصداع نصفي. تمام أختي الكريمة، صداع أيوة. نصفي. أيوة أيوة، ويجيني غثيان ويجيني خفقان من الصداع. خفقان، شفاك وعفاك. أيوة. الله عز أيوة وجل الله. حبيبتي وأشرب هذا البنادول ما يجيب فايدة يعني. مرة أشرب حبتين في اليوم، مرة حبة، ما يجيب نتيجة أبدا. إنسين، أنت خلصتي أختي؟ عرضتي المشكلة؟ عرف، قالوا هما عندي الشقيقة. شقيقة، إنزين. الحين أيوة. أنت يعني تم تشخيصك بأن عندك الشقيقة أو الصداع النصفي، لا؟ أيوة أيوة. من كم سنة هذا أختي الكريمة؟ والله الحين 3 سنوات. 3 سنوات، الله يشافيك. أيوة. ويعافيك بإذن الله. أيوة. عز وجل. حبيبتي تجيك معدل كم مرة مثلا؟ كل شهرين؟ كيف معدل حدوث الأعراض؟ مرات يجيني 3 أيام 4 أيام. تستمر معك 3 أيام 4 أيام؟ أيوة أيوة. بعدين يودرني. كم يودرك؟ مرة يرجع مرة ثانية. كم يودرك؟ يعني مرة أسبوعين. ما شاء الله، يعني كثير. أيوة. يجي لك معدل كل أسبوعين كل شهر. أيوة. كثير. طيب أيوة. أختي الكريمة، رحتي أنت تتابعي عند أحد متخصص؟ لأن هذا الطب أعصاب. لازم هو التخصص صداع النصفي لازم يعالج من طب أعصاب. تابعتي؟ أيوة. عند طبيب معين حول هذا الموضوع؟ تابعت عند دكتور، اعطاني حبوب نفس ال ما اعرف شو اسم الحبوب. أها. صغيره. ايوه يعني اشربه. ايوه ويجيني مثل النعاس. اها، تنومك شوي، تنعسك. ايوه. وقفتيها؟ قمتي وقفتيها؟ وقفتها. طيب ما فكرتي ترجعي له مره ثانيه اختي الكريمه؟ ان شاء الله.
طيب هم لما عطوك الأدوية أكيد وصفوا لك وقالوا لك إنه ممكن يكون عرض جانبي إنه تخليك كذا منعسة صح؟ أيوة صح. فبس ما قالوا لك إيش تسوي لما تحسي بهذا الشيء؟ وبعد دكتورة عندي الضغط وعندي الغدة. شافاك وعافاك رب العالمين. أيوة. إذا حبيبتي أيوة. وتاخذي لهم حبوب بإذن الله الغدة درقية. أيوة. والضغط تاخذي الدواء. ايوه انزين شوفي اولا انا اطلب منك طلب تتابعي مع الطبيب اللي وصف لك حبوب الصداع النصفي لان معدل كل اسبوعين تجيلك تستمر 3 ايام تعمل لك غثيان وخفقان لازم حبيبتي في علاج النوبات وفي يعالجوا كذلك للوقايه بارك الله فيك ان شاء الله بعد هم يعطوني عن ضربات القلب عندي ضربات القلب سريعة إن شاء الله أختي الكريمة أنت بس روحي عند الطبيب بإذنه تعالى بالنسبة للصداع وبيسيطر عليه وأكيد ضربات القلب متابعة مع طبيب الضغط بإذنه تعالى والغدة الدرقية أنا أتابع دكتورة أتابع بارك الله فيك الله يعطيك الصحة والعافية بإذن الله وبعد هذه المكالمة الدكتور بيتكلم على الصداع النصفي سلام شكرا بارك الله فيك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله حياك الله أخوي الكريم تفضل كيف الحال أخت دكتورة أخبارك الله يسلمك ويعافيك كيف حالكم أنتم إن شاء الله بخير بإذنه تعالى الحمد لله تحياك الله دور رمضان إن شاء الله الحمد لله نسأل الله الرحمة والمغفرة والقبول بإذن الله عز وجل إن شاء الله آمين حياك الله أخوي الغالي تفضل دكتور معك يسمع حياك الله بياك أستاذنا الكريم تفضل أنا من بداية رمضان قبل رمضان بيومين لحد تاريخ 6 من رمضان يعني يجيني صداع من الساعة 10 صباح إلى بالليل الساعة 10 بالليل يوميا استمر علي من قبل رمضان لحد تاريخ 6 رمضان نعم يوميا مثل يوميا رجع الدكتور تاريخ 5 رمضان تحت الدكتور قال لي عندك التهابات في الجيوب الأنفية عندك لحميات يمكن هن هذا المؤثرات فيه انت تعطس كثير انت يصير عندك اعطاس اعطاس بعض الاحيان لما يكون عند مدخنه ولا اي شيء يعني انت تدخن لا بخور مثل البخور وكذا يعني نعم طيب يصير عندك تكرم افرازات من الانف خضره صفراء ولا افرازات ما ابدا من الانف افرازات ما في الا يجي من طريق الحلق يعني طيب انفك مفتوح انفي تنفس عندي صعب صعب الله يشافيك يا رب انا سويت عمليه 2010 سويت عمليه في مستشفى النهضه اها صح لكن رجع مره ثانيه هذا اللحميه ازاله اللحميه عندي انسداد في الجهه اليسرى وعندي التصاقات وعندي فتحه في الغضروف وعندي هذا اللحميات هل هذا لان من سببات الصداع بارك الله فيك انزين بعد ما ناخذ ايوه دكتورة انا قبل تاريخ 5 من طلعت من عند دكتور ايوه جبت قمت استعمل مثل منشفه أيوة. وحطها على راسي ايوه ماء بارد سويناه وحطها على راسي بعد نص ساعه يروح والحمد لله الحين اليومين هذا ابدا راح يعني عني الحمد لله بارك الله فيك شفاك وعافاك الله عز وجل باذنه تعالى اذا أيوة النصيحة بإذنه تعالى شوف إحنا ما شاء الله دخل معنا حوار حول الصداع النصفي وبنناقشه وحاليا الصداع بسبب التهاب الجيوب الأنفية وبنناقشه لكن الرسالة الخاصة أخوي الكريم ليك أنت بالمتابعة المباشرة مع الطبيب اللي يتابعك سواء كان تخصص أذن وأنف وحنجرة أو بإذن الله عز وجل اللي هو الطب العام إن شاء الله طب الأسرة والمجتمع بارك الله فيك إن شاء الله حياك الله سلامك تسلم الله الله أحسنت شكرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أخوي الكريم حياك الله الحمد لله الله يسلمك ويعافيك إن شاء الله كيف حالكم أنتم حياك الله أبيك أستاذنا الكريم رمضانك خير وبركة طبعا دكتور انت بتدخل مباشرة في الموضوع انت ذكرت بداية الحكي بهذا الكلام انه قدمتك على ان هذا الاصابات اللي هي الصداع يمرض يمكن جميع المراحل نعم وبتواجد في كل مكان يعني نعم بس نحن السلام اي دعرف يعني وش مسببات الصداع اساسيا ابشر وكيفية الوقاية منها تدلة. بارك الله فيك أخوي الكريم وشكرا للمشاركة عافاك الله وشافاك اللهم آمين يا رب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله أختي الكريمة. عليكم السلام. تفضلي. والنعم حياك الله وسهلة. تفضلي. بس حبيت أستفسر بالنسبة مع الدكتور بعد ما فهم عليه. أيوة. حياك الله وبياك أختي الكريمة. الله يعافيك. يجيني صداع من جهة اليسار وحتى أحس إن العرق اللي في الرقبة وراء واجد يتعبني يعني. طيب. مع إني قبل 3 أشهر خاصة نوبة سكر مفاجئة كان ما عندي سكر. وفي المستشفى لما أقول ما قلت لي عادي يعني هذا ما فيش مشكلة أبدا في الرأس. بس أحيانا يعني يتعبني يعني الصداع وقمة الرأس يقدر يحد الرقبة. أنت تشتغلين ولا ربات بيت؟ أنا أول كنت أشتغل قبل 4 سنوات وطلعت يعني العمل كنت كاشيرة محاسبة. ها صح وعافية. إذا شغلك معظمة أنت تدنقين وتكتبين. عندك موبايل آيباد؟ إيه؟ تستعملين موبايل كثير؟ بس رسائل هو هذا أي. طيب أنت سكر كتبولك إلى علاج ولا لا؟ السكر أيوه كان يعطوني أنسولين والحين يعطوني بس حبوب 2 مرات في اليوم. خذ منها أعراض الشقيقة. صح وعافية أختي الكريمة. طيب أنت الصداع هذا دائما نصفي ولا من الجهتين؟ لا لا بس أحيانا يجيني من الرأس لحد الرقبة أحيانا. إي صاحبة غثيان؟ إي صاحبة غثيان؟ لا. تمام بارك الله فيك. شكرا شكرا وضح. أحيانا عفوا يعني أحيانا لما استعمل لوبيك أيوة. بارك الله فيك. صح احسنتي احسنتي اختي الكريمه. شفاك وعافاك الله عز وجل. شكرا على المشاركه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. طيب نوقف شوي المكالمات وناخذ الرسائل من الاخوان والاخوات. اولا الصداع. اوكي صداع في رمضان مرتبط بشرب القهوه كمان دكتوره فنة ونسبه الكافيين، ايش رايك في هذا الموضوع؟ ما عندي رأي إذا أفتى أهل العلم في ذلك. إنزين الصداع دكتورة يزيد علي لما أكون عطشان وألعب رياضة، إيش رأيك؟ ليش ما بليش تعب رياضة أنت عطشان؟ إذن دكتور محمد عندنا إذن بإذنه تعالى الصداع النصفي، صداع بسبب التهاب الجيوب الأنفية، والأخت المتصلة الكريمة أغلب الظن أنه صداع التوتري أو المشد العضلي مال العضل، وبعد ذلك بإذنه تعالى ندخل في الصداع بسبب انخفاض السكر أو قلة السوائل. خليني أقول العامل المشترك الأكبر بين كل مسببات الصداع مهم جدا أن نعرف هو تهيج الدماغ بسبب أو بآخر. ليش يتهيج؟ لأنه المستلمات الحسية مالته تتهيج، سواء كان ضغط على الرقبة على الأعصاب اللي تطلع من الرقبة، أو ضغط بالمستلمات الحسية بالجيوب الأنفية، أو بأغشية الفم من اللي مرتبطة بالأسنان، أو تهيج الجهاز العصبي المحيطي بأي سبب كان. وبالتالي تتهيج الدماغ، وبالتالي يدز مؤشرات كإنذار للجسم بأنه يتخلص من هذا المهيج، فتجي هاي الإنذار على شكل صداع، إما يكون نتيجة إما يكون على شكل صداع نبضي أو صداع شد، أو ربما تصاحب بغثيان أو تقيؤ أو بمختلف العلامات اللي هي حقيقة عبارة عن إنذار للجسم أنه يتخلص من هذا المسبب بمختلف أشكاله ومختلف مسبباته. وأيضا ربما يكون الجزء الآخر هو كيميائي، مثلا ينقص السكر بالدم أو تنقص الكافيين اللي متعود عليها واللي مستانس عليها الدماغ طول ديك الفترة، أو بعدة أسباب أخرى كيميائية تؤدي إلى هذا التهيج للدماغ. إذن إحنا قلنا بما أنه الدماغ يتهيج راح يصير عندنا هذا الصداع، والصداع عبارة عن إنذار يحتاج أنه يخلي الدماغ يتغير من الحالة مأته. طيب فإذا نجي ناخذ المسببات اللي مثل ما قلنا تهيج الدماغ بمختلف أنواعها، راح نفتهم كيف نتخلص من هاي المسببات. فمثلا إذا قلنا من أبسطها اللي هو الشد التوتري للجسم اللي هو طبعا شائع جدا ومن الأسباب المهمة للصداع، واللي مرات أنه تحيرين شو تسوي للمريض من الفحوصات، وتعلم متى تلقين أنه طبيعي، ومن تجين تسأليه وتروحين بالتاريخ المرضي مات بصورة صحيحة راح تلقين أنه كل بساطة حياته عبارة عن شد عصبي، مجرد ما يرتاح يروح هذا الصداع. وطبعا هنا نجي إذا ربطناها بشهر رمضان وال
هاي الراحة الإيمانية، راح تلقين ناس كثيرة برمضان اللي أنت تتوقعين أنه يزيد عند الصداع، لا يقل عند الصداع لأنه ارتاح نفسيا، لأنه دخل بهذا الجو من الراحة الإيمانية والعودة الله سبحانه وتعالى. الحمد لله. طيب إذا نريد نتكلم، طبعا الصداع بصورة عامة ناس كثيرة تكلمت عليه قبل رمضان وغطت التفاصيل المهمة اللي المريض يحتاج يسمعها، ولقلة الوقت أنا أتمنى أنه أبتدي بما هو أهم اللي هو رمضان، لأنه إحنا الحين برمضان، فمن المهم جدا أن نتكلم عن مثل ما تفضل السائل أنه هو على الكافيين على القهوة، ونتيجة قلة القهوة هل يصير صداع أو لا؟ إيه نعم، نتيجة قلة القهوة ممكن أنه يصير عند الصداع، لذلك دائما ينصحون علماء الدين والأطباء بأنه تعود نفسك على رمضان قبل ما يدخل رمضان، مثل ما قلل من المنبهات فترة قبل رمضان، بالضبط أنه تسوي تريننج مثل ما واحد داخل سباق، فهذا السباق مهم جدا بحياته، لابد أنه يتدرب له بصورة صحيحة، وهنا يجي تدريب الجسم لهذا الشدة اللي هو هاي رمضان، بأنه يقلل القهوة أو يغير الباترن مالته، إذا هو يعني كل شيء يحبها ومتعلم عليه فترة طويلة يغير الباترن يعني النمط مالتها، فمن الصباح يبدي يأخذها بالليل، يعني هو ستيل أنت لا يزال هو يقدر من الساعة الفطور إلى ساعة السحور عندك وقت كبير جدا، تقدر تشرب به بما فيه الكفاية، مع أخذ بعين الاعتبار أنه أنت تبتعد عن القهوة قبل السحور بساعتين ثلاثة. السبب أنه القهوة مدررة أو الكافيين بصورة عامة اللي هو مو بس بالقهوة اللي هو موجود أيضا بالشاي وبغيره من المشروبات، حتى التفاح مرات بيب المشروبات جزء من الكافيين بس مركزة أعلاها بالقهوة، وكذلك بالشاي، وحتى الشاي الأخضر على فكرة بيه كافيين، يعني مو بس الشاي الأسود بيه كافيين، الشاي الأخضر أيضا بيه كافيين والقهوة بيها كافيين، فهاي الكافيين هي شيء حلو رائع جدا للجسم ويستانس عليه الدماغ، بس لازم نعرف انه احنا من نجي برمضان مو نقطع رأسا عن الدماغ، خطية نحوله من فترة الصبح الى فترة الليل، والافضل انه تكون بعد الفطور وليس قبل السحور، قبل السحور بساعتين ثلاثة يبتعد عن الكافيين ومن قهوة وشاي اخضر شاي اسود، ليش؟ لانه تسبب تدرر، يعني تسبب فقدان الجسم، يعني تكرمين يتبول الانسان وبالتالي يختفي المي من جسمه اللي هو ضروري جدا له. بارك الله فيك. إذا ندخل في الصداع النصفي، نبي ناخذ دكتور الكلاسيك الأعراض، الأعراض بارك الله فيك، طرق التشخيص، من هم الأكثر عرضة للإصابة بدور الوراثة بالنسبة لظهور أعراض الصداع النصفي، الوقاية، إحنا قلنا لما نصحنا أخونا المتصل قلنا لو أو الأختنا المتصلة لو الأعراض كررت معدل مرة كل أسبوعين ثلاثة لازم هنالك نوع من السيطرة على هذه عدد مرات الأعراض هذه. تفضل. دكتورة، الصداع النصفي كثير عند ناس كثير، وممكن انه يدخل بالتشخيص مالته انواع كثيره من الصداع، اللي ربما حتى هو الكلستر هيدك ربما يدخل بتشخيص الصداع العنقودي، العنقودي بالضبط يدخل بتشخيص الصداع النصفي ايضا، ربما مشاكل الرقبه من جهه معينه من جهه واحده اكثر من ثانيه تدخل بتعريف الصداع النصفي. بصورة عامة مرات مو شرط أنه يجي الصداع النصفي كتيبيكال كنموذجي يعني. تماما الصورة مالته، فلذلك تدخل به الأنواع الصداعات الأخرى اللي ذكرناها حتى ربما جيوب الأنفية تدخل بالتشخيص مالته. الصورة النموذجية مالته النمطية أنه يجي المريض يعاني من ألم بجهة واحدة، ألم بالوجه اللي هو الصداع بجهة واحدة، وهذا الألم يجي مع علامات أخرى مثل الغثيان، وربما توصل إلى مو بس اللوعان اللي هو النوزية، ربما توصل حتى إلى التقيؤ هذا الصداع النصفي، وربما تجي ويا اللي هي الأورا أو ماكو أورا، ربما تجي أتيبيكال اللي هي هاي اللي تجي بي نقاط صفرة يشوفها الإنسان، وبعدين تجي وراء فترة تدخل التقيؤ الغثيان والتقيؤ. أكو قسم يلعب الوراثة بي دور، وناس ما لهم وراثة هيك فجأة يصير عندهم، يصير بالأعمار المختلفة هذا الصداع النصفي، فمرات المريض يجي لطبيب العيون يجي لأنه يشوف هاي النقاط الصفراء يصور أنه عنده مشكلة بالعيون، وبعدين يجي بالتاريخ المرضي يقول لأني عندي صداع، وبعد أن يسوي له كل الفحوصات اللازمة يلقي ما عنده شيء فيحوله لطبيب الأسرة أو طبيب باطني، وبالتالي يكتشف أنه عنده صداع نصفي. إذا جت الموجات أكثر من مرة بالأسبوع أو أكثر من مرتين بالشهر أو أكثر حتى، ذيك الساعة يحتاج المريض أنه يأخذ وقائي.
للتخفيف بإذن الله أو السيطرة على حدة الأعراض وكذلك تقليل عدد مرات نوبات. ظهور هذه الأعراض بقى. كذلك إذا أثر على مستوى نوعية الحياة مالت الإنسان، يعني إذا هو شغله مهم جدا كإعلامي مثلا أو مدرس أو طبيب ويأثر عليه حتى نوبة أو نوبتين بالشهر، ديك الساعة يحتاج أنه يأخذ وقائي، ما ممكن أنه نتركه هيجي. بارك الله فيك. نأخذ بإذنه تعالى الصداع بسبب التهاب الجيوب الأنفية. وعندي هنا كذا استفسار سبحان الله عن طريق الرسائل. دكتورة فنة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا أنا قلت من أول يوم الشكر جزاكم الله خير والتفاعل، لكن ما بنذكرها بإذن الله، نذكر على طول الأسئلة. وواحدة من الأخوات كتبت: دكتورة فنة، عندي التهاب في الجيوب الأنفية، ولما جي أصلي أحس كأنه يعني راسي بيطيح في إيدي. تبكر بارك الله في نموذجي. فتقول لي: دكتورة، أنا أخذ الأدوية واستمر عليها، إيش رأيك؟ هذا واحد. اثنين، السؤال الثاني إن دكتورة فنة، أنا عندي الصداع التوتري ويجيني قبل امتحانات أولادي، وأوتر أولادي معي وسبب لهم الصداع، كيف أسيطر؟ أنت قولي نعاد. السؤال الثالث: دكتورة فنة، أنا عندي أنيميا مزمن وكيف ممكن ويسبب لي صداع، كيف ممكن أسيطر عليه؟ السؤال الرابع: أنا دكتورة فنة، عندي تلبكات معوية والقولون العصبي ويجيني فترات نوبات صداع. إذن اليوم ما شاء الله كثير تواصل على الصداع. طبعا سامحونا الأرقام يمكن يتصلوا راحا البرنامج على رقم 24698151 أو الرقم الدولي 00968246982. وحياكم الله وسهلا بإذن الله عز وجل. إذن نرجع للصداع بسبب التهاب الجيوب الأنفية. نعم دكتور، مثل ما أسلفنا الذكر أنه تهيج مستلمات الدماغ ممكن تسبب إلى تهيج الدماغ نفسه، وبالتالي يظهر على شكل صداع وألم بالوجه. ومن ضمن المستلمات المهمة جدا للدماغ هي اللي موجودة بالجيوب الأنفية. الجيوب الأنفية حساسة جدا. ليش؟ لأنه هي اللي الجهاز المناعي الأول للهواء، النفس، لأنه هذا راح يدخل يترطب ويتنقى ويتدفى وبعدين يروح للرئة. فالله سبحانه فيك بارك الله سبحانه وتعالى خلانا جهاز فلتر، جهاز تنظيف، وجهاز وقائي دفاعي أول للجسم. فهاي الجيوب الأنفية ربما لأسباب كثيرة، يعني حتى مو شرط أن يكون التهاب، ممكن تتجمع بيها الإفرازات. طبعا هاي الإفرازات من تتجمع ممكن أنه يمتصها الجسم مباشرة، لأنه أكو فتحات لين تخرج من عندها هاي الإفرازات وتروح عن طريق الأنف، وبالتالي يبلع الإنسان هاي الإفرازات. إذا انسدت هاي المخارج مال هاي الإفرازات، ممكن تتجمع هاي الإفرازات داخل الجيوب، وبالتالي تسبب لنا أي تجمع سوائل داخل الجسم ممكن يكون عرضة لوجود البكتيريا أو الالتهاب. إذا هنا نجي نصنف شو وقت تبدي هاي الإفرازات تزيد، شلون تتهيج هاي الجيوب الأنفية، المستلمات الحسية بالجيوب الأنفية شلون تتهيج؟ تتهيج قبل ما نتكلم عن الإفرازات، ربما تتهيج من الروائح الشديدة اللي تجي عن طريق البخور والريحة المركزة وغيرها من الروائح، والتدخين. وطبعا التدخين. وناخذ المكالمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله وسهلا. يا حيا دكتور، أخبارك؟ والله بنعمة بنعمة بإذن الله. وأنت كيف حالك؟ لو سمحت دكتورة، الحمد لله بخير وعافية. أنا يجيني صداع فترات متباعدة، شافك الله. ولما يجيني هذا الصداع يعني يصير لي مثل الضغط في راسي، يعني أحس كأن في شيء ينشلي في راسي. أيوة. وهذا الصداع ما يروح إلا إذا تقيأت. محروزة حروزة حبيبتي، يعني إلا إذا تقيأت يروح، يخف بإذنه تعالى. وما أعرف إيش المشكلة، يعني رحت كم مرة المستشفى ما حد عفاني. إنزين. إن مثلا شخصنا إنه في مشكلة أو في أي شيء ما حد. الله يرضى عنك ويشافيك ويعافيك ويشافينا ويعافينا أجمعين. حبيبتي الصداع تحسي بس بنص الرأس أم بكل الرأس؟ لا كامل كامل عيوني. كم صار كم صار معك النوبات هذه؟ يعني كم سنة؟ تقريبا يعني من سنتين ثلاث سنوات يجيني كذا. طيب تحسي مثل كذا، يعني تحسي صداع توتري مثل يشدك بقوة وكذا، ولا كيف تحسي نبض؟ يعني مثلا أيوة مثل فراسي مثل نبض، مثل في حاجة يعني تمسك وتفتح تمسك وتفتح كذا يصير. تمام. أيوة يعني يكون راسي حتى ثقيل ما أقدر أكذب ولا شيء. وما يخاف، يعني حتى إذا شربت أدول أو شيء ما يخاف إلا إذا تقيأتي. بس ضغطك يكون مرتفع أختي؟ ما أعرف صراحة، ما جربت إني أقيس، لأنه يكون فترات في المنزل. في المنزل ما جربتي تروحي يعني مثلا المركز الصحي تشتكي لهم من هذه المشكلة للطبيب هناك؟
أيوة. رحت لما يكون خلاص خاف يعني ولا ما عطوني تشخيص معين إن في مشكلة زين. أو في زين. أنا أطلب منك طلب إنه لو لا قدر الله جالك، إحنا بنتكلم عن النوع هذا الصداع، أنت ما عندك ضغط، ما عندك سكر، ما عندك أي مشكلة ثانية؟ لا ما عندي مشاكل، الحمد لله. زين، لو لا قدر الله جاتك هذا العرض مرة ثانية إنه الصداع وبقوة، روح المركز الصحي بنفس الوقت عشاننا، وقيسي ضغطك كذلك، وخلي الطبيب اللي موجود هناك هو بنفسه يشوف الحالة اللي انت فيها بإذن الله. إن شاء الله إن شاء الله. وأنا لاحظت عليه مثلا أكثر شيء يجيني إذا مثلا ضربة خط أطلع مكان ضربة خط وما خط الفطور الصباح يعني تأخرت في الأكل يجيني على طول، أعرف إنه يجيني. تحسي إنه مرتبط بالسكر؟ ما أعرف والله إذا سكر أو إيش، إنه مثلا ما أكلت الصباح ورحت مثلا مشوار بعيد وتأخرت ما أكلت على 10-11 ما أكلت. أيوة. يجيني. عيونك كيف؟ ما عندك مشكلة؟ يجيني بدون هذه المشكلة. ما عندك مشكلة بالعين؟ ما لا ما عندي مشكلة. الحمد لله. زين حبيبتي، بإذن تعالى بنجاوب على طول وبنلخص هذا الموضوع كامل. أحسنتي، بارك الله. بس ما تنسي، اللهم آمين، بس ما تنسي تروحي المركز الصحي. إن شاء الله. شفاك وعافاك الله عز وجل. اللهم آمين. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الخير أختي الكريمة. وعليكم السلام أخونا حمد المحاربي. حمد محمود بن ناصر المحاربي من حمي ولاية الجبل. والنعم والله، حياك الله وسهلا. عندكم ضيف دكتور. حياك أستاذنا الكريم. السلام عليكم دكتور. عليك السلام ورحمة، رمضانك خير وبركة. كل عام بخير يا دكتور. بخير وسلام يا رب. والأمة الإسلامية والعربية. آمين. بعض الناس يعاني من صداع وأنا منهم يعني. شفاك الله. يعني زين، لكن بعض الناس ممكن يعاني من سبب الأسنان. صح. أو مثلا يعني متعود على القهوة وتعرف إن طيلة من الصباح إلى الليل. أحسن. يعني يشرب له فنجان قهوة. أحسن. أو مثلا المرأة الحامل تعاني من أيضا يجيها صداع، أو من كثرة الأعمال يعني الإرهاق، أو من قل النوم. صح، عشت إيدك. بعض الناس يعني يداوم على الحبوب هذه، الأدول هذا. عشت إيدك. ما هي رسالتك، ما هي نصيحتك للجميع؟ هل الحبوب يعني تهدي بس ساعات ما يرجع الصداع مرة ثانية؟ تمام. أنت تمام. شكرا. ومن العيون يعني أختي مقدمة البرنامج، عندي سؤال لك يا أختي الكريمة. تفضل. أمس أنتوا جبتوا عن التدخين وعندكم الدكتور أحمد الوهيبي. أيوة. وتعيدوا معنا وحلو نتواصل معه للتدخين ومضار التدخين. إن شاء الله حاضر. أريد أشارككم يعني. بإذن الله إن شاء الله حاضر. طلب رخيص غالي والطلب رخيص بإذن الله. بالفعل أمس كانت حلقتنا بإذن الله تعالى برنامج صحتك في رمضان عن التدخين ومساوئ التدخين، وكان ضيفنا زميلنا دكتور حمد الوهيبي، أحمد حمد سيف الوهيبي. إن شاء الله حاضر، بتكون حلقة مباشرة بإذن الله تعالى إن شاء الله. تسلم وبارك الله فيك. شكرا. في معانا تواصل عن طريق تويتر كذلك، بإذن الله عز وجل دكتورة فنة، هل الغذاء يحل مشكلة الصداع؟ وهل الغذاء ممكن يسبب صداع؟ نعم طبعا، انت جاوبتوا بارك الله فيكم. نعم. اذا احنا شوفوا نسترسل ونشوف الرسالة او الاستفسار عن طريق الاتصال، لو في رسالة على طول على الهواء نصيحة على طول انا اعطيها، وبعد ذلك نفرد المجال بإذن الله للضيف انه هو يغطي الموضوع اللي ربطه بالسؤال. اذا دكتور خلصنا عن الصداع النصفي، شقيقة خلصنا عن الصداع بسبب التهاب الجيوب الأنفية بإذن الله عز وجل، خلينا ناخذ الصداع العنقودي، وبعد ذلك الصداع التوتري، وبعد ذلك ندخل بإذنه تعالى عن الصداع مثل ما ذكر الأخ حمد، مثلا المرتبط بالصوم بسبب الحر، استهلاك مثلا كثرة استهلاك البنادول كعلاج للصداع. تكرمين دكتور. مكالمة معلي، اسمح لي. السلام عليكم، عساس ما حد يزعل منا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. الله بارك فيك دكتور فنة، كيف الحال؟ وفيك بارك الرحمن أخوي الكريم. إن شاء الله الحمد لله. كيف حالكم أنتم؟ إن شاء الله بخير بإذنه تعالى. بارك عليكم شهر رمضان. اللهم آمين عليكم وعلينا وعلى مولانا صاحب الجلالة بصحة وسلام وعافية. اللهم آمين. آمين الله بارك فيك. سمحونا على التأخير يعني. لا والله بالعكس أخوي الغالي، إحنا طلعنا والله من دواماتنا عشان بإذن الله يعني نتشارك مع بعض بإذنه تعالى في طرح هذا الموضوع. يعني التهنئة. لا بالعكس، رمضان كل يوم في عيد وكل يوم في بركة بإذنه تعالى. الله يرضى عنك. حياك الله.
بس انا عندي سؤال بخصوص الصداع النصفي. الصداع دائما انا اعاني من الصداع. الله يشافيك. انا بس اريد يعني اعرف اذا كان يعني هل الصداع من سبب قله النوم؟ تمام. أيوة. تمام. هو شوف مؤثر من بعض من يعني مؤثرات أيوة. والعوامل اللي تثير الصداع النصفي قلة النوم والإرهاق والتوتر. أيوة. فإذا أنت هذا لازم يعني قبل عن الدكتور يتكلم في هالمجال أنت لازم أنه بالفعل تسيطر على هذا الموضوع. نعم. وتنام الكافي بإذن الله. نعم. لكن قصدي يعني كيف أنا يعني في رمضان شوي النوم متقطع عندي كيف هل عندكم طريقة أن تساعدون يعني بإذن الله إن شاء الله. إن شاء الله. حاضر. أنت كم عمرك أخوي الكريم؟ عمري 34 سنة. ما عندك أي مرض أخرى غير الصداع النصفي صح؟ نعم الصداع. الله يعطيك الصحة والعافية وشكرا للمشاركة وفيك بارك الرحمن عز وجل إن شاء الله. شكرا بارك الله فيك. إذا ناخذ إن شاء الله أول شيء لأخونا المتصل 34 سنة الصداع النصفي قلة النوم. كيف ممكن الناس اللي تعاني من صداع مزمن وطبعا من ضمن اللي تثير الصداع حقيقة التوتر والضغوط وقلة النوم، كيف يضبطوا النوم دكتور في رمضان؟ مثل ما تعرفين دكتورة احنا النوم نحتاج كواليتي وليس كوانتيتي، جودة وليس عدد الساعات بالضبط. انا اقول لك الاثنين صحيح. بصورة عامة خصوصا يعني برمضان اقل شيء احنا نحتاج 5 او تزيد عن 5، يعني هو التمام النموذجي هو 7 ساعات من النوم. 7 إلى 8 ساعات. 7 ساعات يعني من النوم كويسة تكون، بس إذا كانت أقل من 5 راح الإنسان يعاني من صداع. بعدين إذا كانت حتى هاي 7 مو نوعيتها جيدة ما راح يحس الإنسان براحة. إضافة لذلك اليوم أكو أمراض جديدة اللي هي أمراض النوم اللي الإنسان يعاني من قلة أكسجين هو نايم. هذول اللي يعانون من سليب أبنية، من قلة نتيجة أنه الجهاز التنفسي مات ما يدخل له أكسجين كافي، فتشوفين مريض بالليل يشخر مرته تجي تشتكي مو هو ما يخليها تنام، وبالتالي يقعد من النوم حتى خارج فترة رمضان يقعد يحس روحه ما نايم. هو نايم 9 ساعات بس يحس روحه مو فرش ما نايم يعني وكأنما بعده تعبان. من نجي نسوي له سليب ستادي يسموها دراسة النوم راح تلقي انه نومه ما مرتاح بي، ما يمر بهاي الفترات النموذجية مات النوم اللي هي rapid eye movement slow eye movement وإلى آخره من هاي التفاصيل. واليوم هذا علم جديد كامل، علم جديد ولي تدرج حقيقة سبحان بالضبط. الله وإخواني لو سمعتوا سبحان الله يعني الإنسان ما يدخل النوم العميق إلا بعد يمكن 2 ساعة بالضبط. من هذه العملية حقيقة فمتعة لازم الإنسان يأخذ نوم لازم إنه ينام. عملية تضبيط الوقت دكتور محمد شهر رمضان المبارك أتوقع أن هي سهلة يعني ما هي بصعبة حقيقة يعني ما بين التراويح إلى بإذن الله ما قبل السحور ليش الإنسان ما يأخذ وقته في النوم بالضبط. ونرجع ونقول مثل ما تفضلتي دكتورة العامل النفسي يلعب دور كبير، فإذا كان الإنسان مرتاح نفسيا راح تشوفيه هو مرتاح بالنوم مالته، إذا قلق شوكولات للنوم ايضا يعني مثلا اذا صعب عليه النوم جدا يشرب مثلا الحليب الدافي او اللبن الدافي، يقدر ياخذ حمام دافي وينام، يقدر يحاول يقرا الاذكار يقرا قران اللي هو يريح نفسيا وبالتالي راح يرتاح ويقدر ينام. واذا كلها استعصت هاي طبعا اضافه لذلك انه يبتعد عن الاكل الدسم قبل النوم، يبتعد عن المنبهات قبل النوم مثل التدخين او حتى شرب القهوه أو الشاي بمختلف أنواعه لأنه هاي راح تخليه يبتعد عن النوم. فإذا استثنى هاي الأشياء كليتها وراح للفراش بالتأكيد راح ينام بوجود يعني وسائل الراحة طبعا أكيد راح ينام. وطبعا أكو من يقول لك أنه المفروض أنت تتعب على ما تحتاج تنام، يعني مثلا مثل ما تفضلتي وسألتي يعمل تمارين رياضية يسوي أيوه طبعا مثل ما تفضلتي أنت سألتي أنت عمرك إيش قد، لأنه أيضا الفئات العمرية تختلف حاجتها للنوم، فكل ما كان الإنسان صغير بالعمر كل ما زادت
الحاجة للنوم. كل ما يكبر بالعمر مثلا إذا كان عمره 50-60-70 سنة يكون حاجة للنوم أقل. however بصورة عامة يبقى الاحتياج للنوم كنوعية مهم جدا. فإذا نام 5 ساعات بنوعية أحسن ما ينام 10 ساعات بدون نوعية. وإذا كان عنده مشكلة مزمنة ننصح بأنه يراجع طبيب مالته عشان يفحصها بصورة صحيحة. بارك الله فيك. الأخت الكريمة اللي تواصلت معنا بخصوص أنه يجيها نوبات صداع متتالية وبحدة شديدة تقيق. وتحس أنه يعني لابد أنها تتقيأ لحد ما يعني حدة هذا الصداع تنزل بإذن الله عز وجل. ولاحظت أنه هذا يرتبط إذا هي ما أخذت وجبة الإفطار. نعم. خلينا نتكلم في هذا الموضوع. نرب طبرا. الله وصلي على سيدنا محمد. تفضل. طب ناس كثير تعاني برمضان من الصداع نتيجة هبوط السكر بالدم. فلذلك حتى الرسول صلى الله عليه وسلم حث على أفضل السلام بإذن الله. حث على السحور تأخير السحور وتقديم الفطور. بارك الله فيك. وأوجب أنه إن الإنسان يسحر من الأشياء المحبذة. ليش؟ لأنه راح يأخذ الإنسان الكمية الكافية من السكريات المهمة على أن ما يكون السحور مالتنا دسم وكثير السكر. لأنه إذا مثلا هذا لا يعني أنه أنا أروح أكل دبس أو عسل كثير أو حتى تمر كثير بالسحور. لأنه زيادة السكر أيضا راح يؤدي إلى زيادة الإنسولين وبالتالي الجوع المبكر يسبب. فكيف لعد شو نسوي الحين؟ أنت تقول أكل سؤول. لا، أن يكون أنت تأخذ سكر يكون الهضم ما تطويل. بارك الله فيك. فيك بارك الله. مثلا الخبز الأسمر بسكريات ويطول يعني بالمعدة. ما تأخذ سكر أحادي، تأخذ سكر متعدد. ونعد المكالمة بإذن الله بنفرد هذا الموضوع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليك السلام دكتورة. حياك الله أخونا سعد من عبر الواعدة. حياك الله وسهلا. الله يسلمك بإذنه تعالى. حياك. نحيي أيضا الدكتور، نحيي من عبري تحية طيبة. وصراحة موضوعكم اليوم شيق ورائع في نفس الوقت يعني. تسلم. الله يخليك إن شاء الله. حياهنا بكل مكان العمان. الله يرضى عنك. تسلم أخوي دكتور. حياك الله. بالنسبة دكتورة طبعا هو الصداع، هل الصداع هو مؤشر لمرض معين؟ وخاصة أنه بعض الناس ما عندي، لكن أنا من أسئلة عامة نسأل الإنسان عندما ينتابه الصداع هل هناك مؤشر لمرض معين؟ وهل يتطلب من هذا الشخص أنه يجري فحص لأنه للصداع؟ وهل الصداع أيضا مؤشر للضغط لدى الإنسان؟ أيضا دكتورة أتمنى، هل أنتم شرحتوا أنواع الصداع وأسبابه؟ يعني في صداع نصفي، شرحنا في صداع أمامي، شرحنا بارك الله فيك. أيوة. شرحنا بإذن الله أخويا سعد. وإيش سوينا بإذنه تعالى؟ يعني سبحان الله اليوم أخواننا وأخواتنا المتصلين سبحان الله كل واحد عرض لنا أعراض نموذجية. نعم. لمرض مرتبط بالصداع مثل الصداع النصفي. أيضا دكتورة في آخر سؤال عشان أعطي الفرصة، طبعا عندنا 3 أنواع من البنادولات في الصيدليات. فأيهما ينصح الدكتور لتناول خاصة عند يكون الإنسان عنده صداع؟ أيهما ينصح؟ بارك الله فيك. ما هي أضرار هذا الأنواع في في الأحمر وفي الأزرق؟ وأعتقد والعادي يعني والعادي يعني. إن شاء الله. حاضر. الله يخليك. وشكرا. شكرا بارك الله فيك. شكرا المشاركة. تمام. في عندنا رسائل كثيرة. تويتر أولا دكتورة فنة، بنادول أخو الصداع، ايش رايك فيه؟ انسي بنادول. وفي رسالة ثانية تستفسر كذلك ايهم افضل، البنادول ام دواء ثاني؟ وفي ناس خوفونا من البنادول دكتورة، يسبب مشاكل للكبد. اذا خلينا نتكلم على كيفية السيطرة على الصداع الذي يحدث. نعم. عند بعض من الأخوان والأخوات اللي يسمعونا شافهم وعافاهم الله عز وجل. نعم. وما يكون مرتبط يعني ما يكون بسبب يعني مشكلة عضوية محددة مثل التهاب جيوب أنفية، مثل مثلا صداع نصفي، مثل الصداع العنقودي، أو حتى الصداع التوتري. الصداع العادي الذي يحدث بسبب إرهاق، بسبب مشاكل عين، مشاكل أسنان وغيرها. لو جينا ويأخذوا البنادول كيف ننصحهم؟ طيب سؤال مهم سأله مستمعنا الكريم، شو وقت أروح للطبيب؟ شو وقت أعتبر هذا الصداع هو خطير بالنسبة لي؟ هذا مهم كمحور. كمحوري طبعا. فإذا كان الصداع بسيط طفيف ما يقعد المريض من النوم مرة واحدة هي شيء يجيب الشهر
ويخف حتى مرات بدون أدوية، أو يخف بأخذ حبة مسكنة للصداع بطريقة أو بأخرى، هذا ما يخوف. بس إذا كان الصداع هو أي مرض يقعد الإنسان من النوم، يعني هذا خطير ويجب أنه يروح للطبيب عشانه. من المهم جدا أنه الصداع إذا كان مستمر أو متكرر أو يأثر على نوعية حياة المريض يجب أن يراجع الطبيب، لا يتغاضى ويأخذ المسكنات وبدون مراجعة طبيب أو نصيحة طبية. فهنا يجي الأساس بمراجعتنا أو نعتبره خطير، أنه إذا كان متكرر كثير أو إذا كان يقعد المريض من النوم أو إذا صاحبته علامات أخرى مثل التقيؤ أو حتى يأثر على حركة الجسم أو حتى مرات يسبب لوعان مستمر عند المريض، فذيك الحالة لابد أنه يأخذ نصيحة الطبيب ولو مرة واحدة عشان يتأكد من عدم خطورته. تبقى عشان ما نبتعد كثير عن أخت الكريمة اللي قالت أنه الصداع ماتي ما يرتاح إلا بالتقيؤ، فإذا استثنينا بقية الأشياء وهي راجعة أطباء وعملوا لها فحوصات وما طلع عندها شيء، فأني أنصحها أن تشيك الجيوب الأنفية، لأنه من يتقيأ الإنسان راح يحفز، تعرفين عندنا في شيء اسمه الجهاز الودي واللا ودي، فمن المستلمات الحسية المشتركة بالجيوب الأنفية هو التأثير على هذين الجهازين، فيؤدي إلى تفاعل الجهاز اللا ودي الباراسمباثيتك، ويتهيج العصب الفيغوس نيرف، وبالتالي يحس الإنسان يأثر على المعدة وبالتالي يتقيأ وبالتالي يفعل الجهاز الودي ويرتفع ضغط الإنسان وبالتالي يخف هاي الموجمات الصداع. بالنهاية يجب أخذ نصيحة الطبيب إذا تكرر الموضوع كثير عندها. طبعا مثل ما قلنا إذا تهيجت المستلمات مال الدماغ اللي هي موجودة بالأنف اللي هي موجودة بالجيوب الأنفية اللي تتهيج نتيجة التغير بالحرارة، لأنه هي تسوق فترة طويلة دا تقول، هذا دليل أنه المكيف راح يكون بارد جدا عندها وربما يهيج هاي المستلمات، وفي نفس الوقت ما تفطر، وإحنا هذا أساسي حقيقة نقول لهم لازم وجبة الفطور أساسية. ناخذ الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام دكتور، صباح الخير. صباح النور، حياك الله أخوي الكريم. سهلا، أخباركم؟ والله الحمد لله رب العالمين. تفضل أخوي الكريم. جزاك الله خير. بس ما عليش أمار، أنا عندي صداع نصفي طبعا أكثر شيء. طهور طهور. لما رحت العيادة كذا يعني عملت فحص يعني سكر أو شيء، طلع الحمد لله ما موجود سكر الحمد لله. أيوه، وقال لي ابتعد من هذا اسمه الجبن. قلت له ليش؟ هل هذا صحيح أو صحيح؟ بارك. بس عن الأجبان أخوي الكريم، أم قال لك حتى في مجموعة من الـ مثل الـ الأشياء الدسمة، الحلويات مثلا. لا خبرني بس هو هذا الأجبان يعني الأجبان. بارك الله فيك، بارك الله فيك. إن شاء الله أخوي الغالي، إذن سؤالك إنه هل صحيح الابتعاد مثلا عن الأجبان في حالة صداع نصفي بإذن الله تقلل حدة وعدد مرات الإصابة بإذن الله؟ تمام، بارك الله فيك. تمام، مشكور، شكرا دي. الله يخليك، شكرا جزيلا. السلام عليكم. تمام لله. إذن الصداع النصفي هل ارتباط مع الغذاء دكتور، ومن ضمنها الأجبان والحلويات؟ بارك الله فيك. فيك بارك الله. نعم، أكو دراسات كثيرة تربط الصداع النصفي بعض الأغذية، وربما تربطها حتى بالبرد أو بالأكل الدسم أو بالشوكولات، وقالوا لك هاي لها علاقة بالدوبامين والماو إنهبيترز والمستلمات الحسية اللي موجودة بالدماغ. مثل ما قلنا أنه الدماغ الصداع هو أساس تهيج الدماغ، وربما يتهيج نتيجة تهيج الأعصاب المحيطية أو المركزية أو حتى نتيجة تغير كيميائية الدم نتيجة بعض الأغذية اللي بيها بعض الكيميائيات، وهذا مثبت علميا. فمعناته أنه بإذنه تعالى نحاول بالفعل أنه نقلل استهلاكنا، ما نقول أنه امنع لكن شوية ما تشتهي به النفس إن شاء الله. هذا سمحتي لي أربط بسؤال أحد المستمعين عن الغذاء اللي أيضا سأل هل إلى علاقة. نعم، الغذاء داء ودواء. ممكن أنه بعض الأغذية تسبب لنا صداع، مثلا إذا كان المريض عنده ضغط وأكل أكل مالح. سمك مالح، أكل سمكة وكثر بيها وبالتالي راح هي بيها ملح وبالتالي يرتفع الضغط مادة وبالتالي يسبب لنا صداع. بارك الله فيك، بارك الله. إذا هو عنده سكري وراح ضرب له فت كيلو كيلو تمر وصعد السكر مادة وبالتالي راح يسبب لنا مشاكل ويسبب لنا صداع، أو انخفض كذلك أو كذلك بارك الله فيك، انخفض راح يسبب لنا صداع.
الصداع. فإذا الغذاء مهم جدا كسبب من أسباب الصداع، وأيضا مهم جدا كسبب من الشفاء من الصداع إذا كان معتدل وبطريقة صحيحة. وتغيير الوجبات بإذن الله. في سؤال كثير يتداول حقيقة حول المسكنات الصداع العادية، وطبعا الأكثر انتشارا حقيقة والمعروف واللي اللي هو مشهور في الشلف العادية اللي يعني لا يحتاج بارك الله فيك إلى وصفة طبية، اللي هو البنادول. في بعض من الإرشادات الصحيحة حقيقة حول استخدام البنادول. الحقيقة هو البنادول من أقدم الأدوية، وإحنا نحب الأدوية القديمة لأنه عليها بحوث جدا كثيرة، وبالتالي نعرف أصلها وفصلها ومشاكلها. صحيح. الشيء اللي تعرف فيه أحسن من الزين ما تعرفه. بس البنادول أأمنهم هو البلين العادي، العادي اللي ما مضاف إلى أي شيء، وحقيقة أنه التوكسيك لايف مات عالي جدا، يعني مو بسهولة يصير بيه تسمم البنادول، يعني حتى توصل 75 ميليغرام بير كي جي بير مدريش كده. فهو ما يسبب تسمم، البنادول قليل جدا، بس هذا لا يعني أنه واحد يسهب ويأخذه على راحته وبكيف باستشارة طبية حقيقة، وما يزيد كمية الجرعة ولا يزيدها، لأنه لا قدر الله ممكن تعمل سبحان الله يمكن يعني أكثر من الطبيعي الموصوف، ممكن لا قدر الله يعمل تليف حتى بالكبد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وأنتم كذلك كل من يسمعنا أخوي الكريم. إن شاء الله نسأل الله الحمد لله القبول بإذنه تعالى. إن شاء الله لك الحمد يا رب العالمين، ودوام موفق إن شاء الله ووقت سعيد. الله يبارك فيك. آمين. بارك الله فيك أخوي الكريم. تفضل أخوي الكريم. أنا عندي بس سؤال، بس غير شوية، هو ما غير يعني شوية مقار. تفضل. أنا عندي السكر. تمام. الله يشافيك إن شاء الله. أوكي. وأكل سكريات عاد، يعني أكل سكريات بس ما أحس، يعني ما إنه في ما يجيني، ما في صداع ولا أحس السكر ما يرتفع ولا أي شيء، يعني عادي نورمال. ما في شيء يعني. ليش يعني مستغرب يعني؟ تمام. أنت الكل يمنعني. أنت تأخذ أنت صنفت وشخصت إن عندك سكري أخوي الكريم. أيوة. تمام. ما علي يعني الحمد لله. تمام. تأخذ أدوية أو إنسولين، يعني تأخذ حبوب أو إنسولين على هذا؟ حبوب. بارك الله فيك. وتأخذ السكر، يعني تأخذ سكر أي نوع من السكريات تأخذ؟ تأخذ سكر يعني مثلا إذا أكل في الفطور. أيوة. حين أكل رطب يقولي لا تأكل إلا 4-3 كذا. أنا حتى أكل 20-15 نفس الوقت. نورمال يعني ما أنا. تمام. زين دقيقة. هل عندي السكر ولا ما عندي؟ لا لحظة، الله يرضى عنك. أولا طبعا إحنا في ثلاث، لو تركز معي في ثلاث نقاط أبيك تركز عليها. أولا أنت ليك كمية يعني كمية طعام لازم تأكلها في اليوم الواحد، ممكن وجبة الإفطار أنت ما تأكل شيء مع التمر ولا يعني ما شاء الله يعني 20، قلت لي 20 حبة تمر تأخذها بالريوق صح؟ الفطار. بالفطار. تمام. وتاخذ معاه شيء ولا بس هذا هو؟ لا اخذ تاكل معاه اشياء ثانيه. اكل خفيف لكن ايوه خفيف، اكل خفيف بس الاساسي تمر مثلا. ايوه مثلا اكل السكريات لقمه القاضي وهذه الاشياء يعني. تمام. يعني انزين. ما تستغرب؟ لا ما تستغرب أخوي الكريم. النقطة اللي كنت أوصل لك إياها إنه بإذن الله أنت يعني للإنسان حاجة وكمية معينة من الطعام هو يأخذها، عاد هو كثر بالنسبة للنشويات يعني الكربوهيدرات ولا بروتين ولا دهون ولا ألياف معايا أخوي الكريم، لا هذا حرية شخصية. إحنا دائما نطلب الاعتدال بإذن الله وتغيير الأصناف بإذنه تعالى، بحيث أنه كل العناصر اللي يحتاجها جسم الإنسان توزع في الوجبات الثلاث اليومية الأساسية. تمام. هذه واحدة. اثنين. تمام. اثنين، أنت تأخذ الأدوية بإذنه تعالى، وشكل الأدوية بإذن الله عز وجل عاملة سيطرة ممتازة على السكر مالك، فاهمني أخوي الكريم؟ فاهم. لا لكن كثر استخدام السكريات كذلك غير محبذة للشخص الذي يعاني من حالة السكر، لأنها بترفع السكر وبتأثر عليه وبيحتاج إلى زيادة الجرعة. طيب أنت لو أخذت زيادة سكريات ليش ما تعوضها أنك تأخذ ألياف، تأخذ بروتينات، ممكن تأخذ كربوهيدرات لكنها معقدة، نشويات معقدة.
معايا اخوي، وصلتك الرساله اللي ابي اوصل لك اياها صح؟ احنا دائما نقول السكري صديق الانسان اذا صادقوا عن طريق نمط الحياه المعتمد على تغذيه متوازنه اللي ذكرناها، الرياضه المتوازنه باذن الله، اخذ الادويه في وقتها باذن تعالى، والاستشاره المتواصله مع الفريق المعالج، خلاص انت صادقتها باذن تعالى وما صار عندك سكري. اوكي بخصوص الوزن، اللي عنده انا سمعت اللي عنده السكر وزنه يضعف، انا وزني عادي ما انا تمام يعني، هو من اليوم عندي السكر عندي وزن 90 يعني. بارك الله فيك. تمام انزين بنقول لك عليها. هذا اخر سؤال اخوي الكريم لان اليوم موضوعنا عن الصداع حقيقه وبض. شكرا. تسلم الله يخليك، شكرا جزيلا. لا لان انا استغربت ان في ناس عندهم سكر يصادف الصداع، انا عندي سكر ابدا الصداع ما عندي الحمد ما شاء الله. الله يعطيك الصحه والعافيه، ما شاء الله عليك، الله يعطيك الصحه والسلامه وشكرا وبارك الله فيك عز وجل. شكرا. بالنسبة لأخونا المتصل، بس هو الحمد لله مثل ما قلنا المثلث لو اكتمل، النمط الحياة، التغذية والرياضة هذا ركن، الأدوية والاستمرار أخذها هذا الركن الثاني، والركن الثالث المتابعة المباشرة مع الطبيب والفحوصات الدورية، اكتمل المثلث معناته صحة سليمة، معناته لا انخفاض ولا ارتفاع بوزن الإنسان. في الغالب في ضعف جسم الإنسان عند حالات السكر دليل أنه عدم ضبط نسبة السكر في الدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أختي الكريمة، تفضلي. الله يحييك. دكتورة أنا عندي استفسارين. الاستفسار الأول يمكن ما هو سؤال، بس أنا لما يجيني صداع أنا أبدا ما أخذ بنادول، على طول أروح على نسكافيه. فعلا بعد 10 دقائق خلاص ما كنا صار عندي صداع، ما كنا صار عندي صداع. خوش تسوين دعاية للنسكافيه يعني بمعنى تاخذي قهوة. والله جد جد يعني أنا أبدا ما أخذ بنادول، على طول أروح على نسكافيه. صح فعلا صح فعلا على طول بعد 10 دقائق كأنه ما صار عندي. رفعتي نسبة الكافيين يما عندك في الدم. المخرجة تقول وأنا كذلك عندي دكتورة. انزين هذا استفسار حبيبتي. أنت سؤال ثاني. أحيانا كيف أعرف أنه أنا اللي سمعته اللي عرفته أنه أحيانا الصداع القوي كان سبب من أسباب الفشل الكلوي صح؟ يا ستار طيب دقيقة الله يرضى عنك، عفوا ما أخذت السؤال. الصداع القوي أحد من أسباب الفشل الكلوي؟ لا لا ما له علاقة. أنا ممكن عيوني. أنا عندي صداع لا ما له علاقة، ما عندي أي شيء، ما له علاقة أبدا. الصداع ما يعمل أختي الكريمة الفشل الكلوي مزمن الله يرضى عنك. بس ممكن 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 يكون هنالك قاتل صامت في جسم الإنسان، ممكن ضغط، ممكن سكر، هو عمل الاثنين. اللهم صل على سيدنا محمد. لا لا ما في لا ضغط ولا سكر، بس انه صداع قوي. هو اختي كريمة احنا قلنا اذا كان صداع مزمن لفترات طويلة يجب انه يراجع المريض للطبيب، وذيك الساعة هو الطبيب راح يظل يبحث ويدور. انزين دكتور انا عندي اختي بعد عندها صداع وما يروح الصداع مثل الأخت اللي اتصلت قبل شوي، إلا أنه لما تتغير وشخصت على أنها عندها الشقيقة وعطوها حبوب. حبوب بارك الله فيك. وتأخذ هالحبوب هي أخذتهم فترة وخلاص قطعتهم، لأنه خبروها أن لها مشاكل يعني جانبية وكذا. من خبرها؟ الناس اللي معانا. أحسنتي. عطيتينا رسالة، عطيتينا رسالة تقول إن روحوا رجعوا دواماتكم أفضل بدل عن تجوا تنبهونا وتوعونا وفي النهاية. صح. أحسنتي. الله يرضى عنك. جزاك الله الخير. شكرا. أحسنتي. أحسنتي. بارك الله فيك. في 3 رسائل توعوية حقيقة، أنا أول واحدة وعي فيها نفسي بإذن الله تعالى حقيقة، يعني أتمنى إنه ما نوقف دواء خاصة المشاكل مزمنة. الصداع النصفي هذا مزمن وآثاره السلبية حقيقة مزعجة، ونوع الصداع حقيقة مزعج ما يحس فيه سبحان الله إلا اللي مار فيه حقيقة. إنه جارتي أو زميلتي في العمل قالوا لي لا وقفي، يعني أتوقع ما هي بطيبة هذا الشيء.
الناس اللي تنصح من تجربتها الخاصة، بينما الطبيب من ينصح فهذا مبني على أسس علمية دقيقة وبحوث كثيرة جدا ومتابعة للحالة دكتور، فيجب اتباع نصيحة الطبيب. يعني صراحة لأنه بتكلف نفسها عناء، يعني نوبة قوية تكرار هذه النوبة تأثير على الحياة واحد. نوعية الحياة على سيدنا محمد. انزين سؤال جميل حقيقة، وجاني نفس الشيء بالتويتر، المنبهات منبهات منبهات دكتورة فنة. نعم مثل ما أسلفنا الذكر أنه إلها وقتها وإلها المتعة مالتها، فيجب الإنسان أن يوازن باستعمالها ويعرف كيف يستعملها ويتهيأ. مثل ما قلنا عندك أنت برمضان تقدر بعد الفطور تشرب القهوة، ولكن ليس قبل السحور لأنه تأثر لك على مستوى الماء بالجسم. يلا خير إن شاء الله بإذنه تعالى. آخر موضوع حقيقة، وإحنا بنعيد موضوع الصداع مرة ثانية بإذن الله عز وجل، اللي هو الصداع التوتري سريع. هو مهم جدا، ومثل ما قلنا هو يزيد، يعني يبدي الإنسان يقعد من النوم كل شيء ما عنده ويبدي يزيد خلال فترة النهار، فربما يشوف روحه هو كل شيء ما عنده، وتبدي من يبدي الشغل مالته يبدي يزيد يزيد يزيد، يوصل الماكسيمم مالته مثلا يومية ساعة 12 الظهر ويصير عنده صداع. فهذا على الأكثر إذا استثنينا بقية العوامل، ما يصاحب بغثيان ولا تقيؤ ولا إلى آخره من هاي الأمور، ولا عنده ضغط ولا سكر، ممكن أنه بالنهاية نقول هذا المشكلة مالته صداع توتري. ومثل ما قلنا برمضان بالعكس هو يرتاح لأنه يرجع للدوحة الإيمانية والقرآن والراحة النفسية. صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيك دكتور محمد يونس لطيف، ما شاء الله عليك اليوم عرض جميل حقيقة دكتور محمد، جزاك الله ألف خير. الله يجزيك بالخير ويزيدك من فضله وإيمانه وطاعته، وخير الناس من نفع الناس. اللهم آمين أجمعين، اللهم آمين. أخواني وخواتي بإذن الله تقبلوا تحياتنا بإذنه تعالى، وإن شاء الله بإذنه بإذن واحد أحد فرد صمد أيام الجاية بنعرض مرة ثانية موضوع الصداع. أخونا المتصل اللي قال بالنسبة للتدخين إن شاء الله بتكون في حلقة مباشرة بإذنه تعالى عساس تداخلوا معنا. تقبلوا تحياتي واعتذاري لو سبحان الله سهوا سقط أي شيء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.